everyone. تفتكروا ليه بنشوف إن في وظائف مميزة ووظائف دونية؟ تفتكروا بنحدد على أساس إيه؟ قيمتها مثلا اللي هتضيفها للشركة؟ ولا بتضيف إيه للمجتمع؟ ولا بنحدد قيمتها على أساس الشخص ده بيقبض كام مثلا؟ ليه بنعمل دايما discrimination وتمييز وعنصرية حتى في الوظائف؟ يعني مثلا الناس اللي بتقول إن الفوكيشنال إديوكيشن التعليم الفني مش هيصنع كارير ناجح، مع إنه ممكن بيكسب عن شخص شغال في شركة وبيضيف للمجتمع قيمة كبيرة، ومن غيره هنخسر عضو مهم وفعال في المجتمع. بس إحنا بنبص للشخص الشغال في شركة إنه هيحصل له كارير جروث بالترقية وبالتايتل، مع إن التكنيشن أو الفني ممكن يكون الكارير جروث بتاعه بيحصل بشكل مختلف. وأقول لكم مفاجأة، إن في دكتوراه في التعليم التقني والمهني وبيوصل لأعلى المراكز في الدول المتقدمة في أي شركة صناعية، ده حتى منهم بيبقى أوقات رؤساء دول، بس كتير مننا مش وصلوا المعلومة لحد النهاردة. تعالوا أحكي لكم عن تجربتي. معاكم المهندسة سوها هيكل، رئيسة التسويق بإحدى الجامعات العربية الكبرى، وتخصصي في تسويق مجال التعليم الفني الفوكيشنال إديوكيشن. ولقينا عشان نبتدي نغير من النظرة المجتمعية لازم نبتدي نعمل personal branding صح لخريجين التعليم الفني. وأول خطوة عشان نقدر نكمل في personal branding لازم نبدأ بتعليم الطلبة بأحدث التقنيات المهنية، ونحرص على حصولهم على أعلى الشهادات العالمية في مجال التعليم الفني والتقني. وبعدين كملنا إن إحنا نحرص يكون عندنا تحسين للغة وتحسين للمظهر العام، ونعمل لهم منترينج صح، إزاي يتعاملوا، إزاي يتكلموا في الإعلام، عشان دول المنتج اللي هسوق بيه بعد كده. وبعدين توجهنا للميديا وحرصنا على إظهار النماذج الناجحة وتغيير الستيريوتايب اللي الناس اتعودت تشوفه للفنيين، وإدخال الديسابلز مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، وبقى منهم كتير في المجال وتفوقوا على غيرهم لما تعلموا صح. وكمان دخلنا البنات في المجال التعليم الفني زي ظهور دنيا أو الميكانيكية في مصر والوطن العربي اللي اهتم بيها الإعلام المصري والغربي، وأكيد سمعتوا عنها، وكانت من أكتر 50 سيدة ملهمة في الوطن العربي، وقلدها بنات كتير في نفس المجال. ومن بعدها أول لحامة وأول خراطة تقف على مكنة خراطة زيها زي الرجالة بالظبط، مفيش فرق، وغيره وغيره، لحد ما وصلنا إن عدد الملتحقين بالتعليم الفني بيتضاعف سنة عن سنة، وخاصة إقبال البنات عليه في سابقة الأولى من نوعها في الوطن العربي. من كتر ما عملنا personal branding ومنترينج للنماذج الموجودة وطلعوا في الميديا في كل مكان، غير انهم اتدربوا في اكبر الشركات العالمية في فترة دراستهم، ودي كانت من شروط تخرجهم. وكانت النتيجة تهافت تلك الشركات على خطفهم للعمل بها بعد ما كانوا بيجيبوا التكنيشن المتعلم صح من ألمانيا ومن برا الدول العربية، وبقى فعلا المنتج اللي هو الطالب بتاعنا بينافس أي نظير له في أي دولة غربية. ما بقاش حد بيفكر زي زمان أصل ده تعليم فني، أصله مش خريج كلية، عشان بقى بيشتغل أسرع وبيفيد المجتمع زيه زي أي خريج كلية، وأوقات بيكون دخله المادي أحسن من أي خريج كلية من اللي بيسموهم كليات القمة. بدأنا نوصل لمستوى الدول المتقدمة اللي فيها دخل التقني أكتر من دخل الدكتور في السنة. في النهاية أحب أني أوضح أن أي وظيفة أو كارير تحب تختاره ما تفكرش المجتمع هيقول إيه، عشان كل حاجة بتتغير لما تحصل على التعليم الصح وتعرف تعمل personal branding لنفسك صح. Thank you.
وشكرا على وقتكم.